هنعمل ايه؟ ويا ترى الفلوس اللي دفعناها هتجيب مجموع ولا مش هتجيب مجموع؟ وخش ذاكر، كفايه ان احنا واخدين من قوتنا علشان نديك دروس، والولد او البنت كفايه ضغوط، انا عارف، سيبوني اذاكر، سيبوني اركز. الفتره اللي جايه محتاجين ايه؟ كم يوم او كم ساعه اللي قبل الامتحانات دي محتاجين ايه من الاب والام؟ ومحتاجين كمان حقيقه روشته هدوء نفسي كده للطلبه. خليني ارحب على التليفون معايا دكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي. يا دكتور محمد، مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. اهلا بحضرتك دكتور محمد، اهلا بيك. دكتور محمد، دور الاب والام في الكام ساعه اللي جايين دول ايه تجاه ولادهم طلبه الثانويه العامه؟ ومحتاجه من حضرتك كده روشته هدوء نفسي للطلبه. اتفضل. ان شاء الله. أول حاجة إنه بنقول للآباء والأمهات إنه ما يعتبروش إن الثانوية العامة معركة أو بعبع أو شيء مخيف إحنا داخلين عليه. الثانوية العامة سنة زي كل السنين مهمة، بس ما هياش لا هي رعب ولا هي معركة ولا هي خوف، ولا هي زي ما بيفكروا إنها دي بتحدد مصير الإنسان طوال حياته، لأنه لما بيبقى المعتقد ده كده بيبقى فعلا في حالة رعب شديد إنه أنا مقدم على حاجة هتحدد مصيري طول حياتي. لا، انا داخله حرب مش داخله امتحان. داخله حرب بالظبط كده. هي مش حرب، هي سنه دراسيه زي كل السنين. لو دخلناها بهذا التصور بتقل كتير من درجات القلق عند الاهل وعند الاولاد. الحاجه الثانيه اللي بنقولها للاباء والامهات، لا بس تقول لهم ايه؟ يعني ما هو خلينا نتكلم كلام موضوعي يا دكتور محمد. اتفضل. انا لو ام عندي ولاد في ثانويه عامه، مش هكذب عليك حبايب، انا متوتره ازاي ما اوصلش قلقي ده لابني او لبنتي؟ احنا بن الاول نشوف يعني تاثير القلق ده هيبقى ايه علشان نعرف احنا نبذل مجهود عشان نقلله ولا لا. خد بالك القلق غلط. ليه؟ اتفضل. بالظبط كده. هو في درجه من القلق بتبقى مقبوله ومتوقعه في مثل هذه الظروف. انه الشخص لما بيبقى داخل على حاجه مهمه بيبقى يعني قلقان شويه عشان يؤديها في احسن صوره ويحقق منها احسن نتائج. ده قلق بنقول انه قلق طبيعي، وده بيزود مجهود الطالب وبيخليه يبقى حريص على الحاجات اللي تخليه يحقق نتائج كويسه. لكن لما درجه القلق بتزيد هنا القلق بيصبح عائق لكل وظائف المخ. يعني ممكن تفكير الاب والام يبقوا سبب في إعاقة تفكير الطالب، التفكير والذاكرة والقدرة على حل المشكلات. كل دي بتقل مع ارتفاع منسوب القلق أو درجة القلق. فإحنا القلق الطبيعي اللي حضرتك متوقعاه في مثل هذه الظروف ده كويس، وده بيؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل. محمود. لكن الرعب الشديد بقى وطول الليل والنهار قوم ذاكر، وطول الليل والنهار نقد وتوبيخ ومقارنه بقى بابن عمه وابن خالته وجارهم والحاجات. فالمقارنات ممنوعه. التوقعات العاليه المبالغ فيها ممنوع. السقف يعني العالي ده بلاش منه، بلاش منه. يعني السقف العالي ده في كل حاجه مضر الحقيقه. احنا عارفين ان انت هتعمل اللي عليك وهتحقق نتائج ان شاء الله مشرفه، لكن يتقال كده من دلوقتي. يتقال كده. دلوقتي يتقال كده، لكن الغلط نقول له ايه؟ انت ما تنقصش نص درجه. ما ينفعش يقع منك ولا درجه. فده بيعمل رعب، لانه العقل الانساني ليس عقلا كاملا. يعني في درجه من الخطا وفي درجه من النسيان طبعا. كل ده موجود طبيعي. فلما تجبر العقل على انه يبقى كامل وانه ما لا يخطئ اي خطا ولو بسيط، هنا العقل بيشل تماما ويهنك. بالظبط كده. يبقى المقارنه لا، التوقعات العاليه لا، الالحاح المستمر على المذاكره وان هم طول الوقت عايزين يشوفوه قاعد على الكتاب بيمنعوه ان هو يخرج، بيمنعوه ان هو يقابل اصحابه، بيمنعوه ان هو يقوم يستريح. فالحاجات دي كلها هنطلبها من الاباء والامهات وان هم يطمنوه انه ده ابنهم وبيحبوه. طيب. وكل اللي يقدر عليه يتقال له انت كويس، انت ذاكرت، انت عملت اللي عليك، محتاج تنام كويس، محتاج تفضي دماغك، محتاج تبقى هادي نفسيا، واحنا راضيين بالنتيجه ايا كانت. ما دام انت عملت اللي عليك احنا راضيين
بالنتيجه الله على ايا الجملة كان. دي، حلوة قوي، حلوة قوي الجملة دي. طيب فيطمن ويهدأ الايام دي. دكتور محمد، ده فيما يتعلق بالإخوات أو الأب أو الآباء الأم، والأمهات. الآباء والأمهات.